أسعد الله صباحكم أو مساءكم أصدقائي أينما كنتم. معكم أنخلا من قناة ملكي أنخلا والشيف إيفا. أهلا وسهلا بكم على قناتنا. وصفتنا لهذا اليوم هي البرياني بالفواكه المجففة والمكسرات. هكذا يبدو معنا طبق البرياني بعدما أتممت إعداده. لذيذ وشهي. بألف صحة وعافية. ولكي لا أطيل عليكم أصدقائي، هيا بنا مع بعض لنرى كيفية تحضير البرياني بالفواكه المجففة والمكسرات. معي أنا أنخلا. باموس، هيا بنا. والآن إليكم مقادير وصفتنا لهذا اليوم. كما ويمكنكم تقدير المقادير حسب عدد الأشخاص الذين معكم. سنحتاج إلى 6 حبات من التين المجفف، 100 جرام حبوب اليقطين، 8 حبات من الجوز أو 10 حبات، 10 حبات من المشمش المجفف، 70 جرام زبيب أصفر، 100 جرام توت مجفف أي اليابان ميرسين، 2 كوب كبيرة من الرز، 30 جرام زبدة حيواني للرز، زيت زيتون خاص بالطهي، زعفران، هيل، دارسين، جوز الطيب، ومرقة لحم طبيعية لطهي الرز. ها هي جميع مكوناتنا. والآن إليكم طريقة العمل. سأبدأ أولا بتقسيم حبات التين المجفف إلى 4 أقسام مع مراعاة إزالة الجزء الصلب الذي فيها، ومن ثم سأضعه في الإناء وأضع الإناء جانبا. أستمر حتى الانتهاء من تقطيع التين الذي معنا. وهكذا يبدو معنا التين بعدما قطعته، سأضعه جانبا. الآن سأبدأ بتقطيع المشمش إلى 4 أقسام هكذا، وأستمر حتى نفاذ الكمية التي معي. أضعه في الإناء هكذا، ومن ثم أضع الإناء جانبا. الآن سأبدأ بتكسير حبات الجوز هكذا. بعد ذلك سأبدأ بتنظيف الجوز من قشرته الخارجية هكذا. وهكذا يبدو معنا الجوز بعدما أزلت قشرته الخارجية. هنا قررت وضع المزيد من الجوز. بعد ذلك سأبدأ بتكسير الجوز بيدي هكذا، والتأكد من خلوه من القشرة الخارجية بهذا الشكل. والآن ها هو الزبيب هكذا يبدو معنا. هذا الزبيب خالي من البذور. الآن سأحتاج إلى قنينة صغيرة سأضع فيها القليل من الزعفران الإسباني الأصلي ها هو، ومن ثم سأضع فوقه القليل من الماء المغلي وأتركه لمدة ربع ساعة تقريبا ها
هو الزعفران. الآن أضع الماء المغلي فوق الزعفران، ومن ثم سأغلق القنينة وأرجها وأتركها جانبا، ولكن قبل هذا وذاك سأضع قليل من الهيل. هنا فضلت الهيل المطحون، وضعت بما يعادل ملعقة كوب مملوءة، أغلقها ومن ثم أرجها قليلا وأتركها جانبا لمدة ربع ساعة، بعد ذلك نستخدمها للرز. سنبدأ بطهي الرز. الرز البسمتي غسلته وصفيته من الماء بعد مرور 10 دقائق. ها هو القدر، وضعت فيه زيت الزيتون بما يعادل 3 إلى 4 ملاعق طعام مملوءة. ها هو، انتظر حتى يسخن الزيت، ومن ثم سأضع الرز البسمتي بعد غسله ونقعه لمدة 10 دقائق. بعد ذلك أقلب الرز مع الزيت لمدة 2 دقائق لا أكثر. بعد ذلك سخنت مرقة اللحم الطبيعية وسأضعها فوق الرز البسمتي مع زيت الزيتون في القدر. ها هي هكذا. أغطي القدر، ومن ثم سأضع فوقه الزعفران والهيل، أحركه قليلا، ومن ثم سأعاود تغطيته وعلى نار عالية حتى ينشف من مائه. في هذه الأثناء أخذت المقلاة، سأضع فيها 2 إلى 3 ملاعق من زيت الزيتون الخاص بالطهي هكذا. في هذه الأثناء أنتظر حتى يسخن الزيت، أحرك المقلاة، وبعدما أصبح الزيت ساخنا في المقلاة سأبدأ بوضع الفواكه والمكسرات. ها هو الزبيب، ومن ثم اليابان مارسين أي التوت البري المجفف والمشمش المجفف، الجوز والتين و حبوب اليقطين. أبدأ بتقليبه مع زيت الزيتون على النار. أضع المزيد من حبوب اليقطين هكذا، وأعاود تقليب المكسرات مع الفواكه المجففة وعلى نار أقل من المتوسطة بقليل. بعد ذلك سأبدأ بوضع جوز الطيب فوق الفواكه المجففة والمكسرات، ومن ثم رشة خفيفة من الدارسين هكذا، وأعاود تقليبه لمدة 5 دقائق. وها هو الرز، سأضع فيه بما يعادل 30 جرام من الزبدة الحيواني، ومن ثم سأعاود تغطية القدر وعلى نار هادئة حتى ينضج معنا الرز تماما. هكذا يبدو معنا الرز بعدما نضج تماما. سأضع فوقه الفواكه المجففة والمكسرات وأبدأ بتقليبه، ومن ثم هكذا
أقلبه ومن ثم سأغرفه في طبق التقديم الرئيسي هكذا. بألف صحة وعافية. اكتبوا لنا في التعليقات من أي بلد أنتم تتابعوننا. وبهذا تكون وصفتنا لهذا اليوم البرياني بالفواكه المجففة والمكسرات قد أصبحت جاهزة للتقديم. بألف صحة وعافية. أصدقائي، أتمنى أن تكون وصفتي لهذا اليوم قد نالت إعجابكم ورضاكم، علما بأن وصفاتنا هذه خاصة بقناة ملكي أنخلة والشيف إيفا. وقبل أن أنهي هذا الفيديو معكم أصدقائي، لا تنسونا باللايك والشير والسبسكرايب والكومنتس. إذن أنتظر تعليقاتكم الجميلة في الكومنتس أحبتي، كما وأنتظر منكم مشاركة هذا الفيديو مع أحبتكم وأصدقائكم ليتسنى وصوله بالتالي إلى أكبر عدد من المتابعين. لكم كل الشكر والاحترام والتقدير من قناة ملكي أنخلة والشيف إيفا. انتظروني بوصفات جديدة. كنت أنا معكم أنخلة من قناة ملكي أنخلة والشيف إيفا. أستودعكم الله وأحبكم كثيرا. أديوس، إلى اللقاء.